اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج كلام في الميديا. هنلقي الضوء بقى بشكل مفصل عن كل هذه الاخبار وكل هذه المعلومات، لكن وجهه نظر الصحافه في هذا الموضوع. يمكن نقلنا في الفقره الاولى كتب في الصحافه وما كتب في المواقع عبر الانترنت في هذه القضيه، لكن الصحافه من وجهه نظرها هذه القضيه كيف تناقش، كيف سيتم حلها، ما هو القادم بالنسبه للكره المصريه، وايضا الدور المهم جدا للاعلام الايجابي خلال الفتره الحاليه. باكد على ان الاعلام دوره ايجابي جدا في هذه القضيه خلال الفتره الحاليه. لذلك في هذه اللحظات برحب بضيفي، وطبعا كاتب صحفي كبير وناقد رياضي وليه باع طويل جدا في الصحافه الرياضيه وتحديدا في شان ملف اتحاد كره القدم والمنتخبات الوطنيه، لانه على مدار سنين طويله جدا كان ليه دور في تغطيه اخبار الاتحاد واخبار المنتخب خلال السنوات السابقه. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد صادق، مدير تحرير اخبار الرياضه. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد، ده نورك وده نور قناه الاهلي بالتاكيد. بقى لنا كتير ما التقناش في اخبار الرياضه، لكن انت النهارده منورنا في قناه النادي الاهلي. وانا ده شرف كبير ليا ان انا اكون معاكم النهارده وفي ظرف دقيق جدا للغايه للكره المصريه بصفه عامه، ومصر مقبله على تنظيم امم افريقيا، وهناك ازمه مشتعله كبيره جدا جدا تمس سمعه المسابقه الاولى في مصر اللي هي الدوري الممتاز. طيب أبدأ بكلام حضرتك، تمس سمعة الكرة المصرية ومسابقة الدوري الممتاز، كيف من وجهة نظرك شايفها ازاي؟ هو طبعا لو احنا بصينا للدوري الممتاز في الفترة الأخيرة نجد ان احنا نقدر نقول ان هو بيتراجع، سمعته بتتراجع على المستوى العام، يعني احنا تصنيف، يعني احنا كان من ثاني او ثالث اقوى دوريات في افريقيا، مش عارف ايه رقم 8 او 9 على العالم من ناحيه قوه الدوري، والقوه بتقاس بالانتظام وبالمباريات وبالنتائج وبالجماهير وبكل الاساليب كلها. في ناس متخصصه بتقول الدوري ده قوي ولا دوري ضعيف، كلنا كجمهور كوره دلوقتي بنقول الدوري السعودي قوي ولا يعلى عليه، مش بنجامل احنا السعوديه، لا هو فعلا دوري قوي لانه منتظم جدا، لانه ما فيش اي مجاملات، لانه ما فيش اي نوع من انواع يعني المحاباه او تغيير اللوائح او المشي بالمزاج او الحاجات دي كلها، فعشان كده بيبقى دوري قوي قولا وفعلا، والناس كلها بتاخد سمعه عنه. احنا النهارده في مفترق طرق، اما ان يكون الدوري المصري دوري قوي كما كان وكما هو معدوم باعتباره أنه هو أقدم مسابقة دوري في المنطقة العربية وفي أفريقيا، وإما ألا يكون، يبقى مجرد دوري زيه زي الدوري السوداني زي الدوري التنزاني زي أي دوري خالص كده. وفي الحالة دي هنخسر كتير جدا جدا، تخسر استثمارات، تخسر سمعة، تخسر مكانة رياضية، تخسر حاجات كتير جدا لو أنت تنازلت عن أنك تكون دوري قوي. والدوري القوي يفرز منتخب قوي، يفرز بمنتخبات قوية، يقدر يدي السمعة الأفريقية، يعني كل الأمور مترابطة وقائمة على المسابقة الأولى اللي هي مسابقة الدوري الممتاز. تمام، حضرتك ذكرت أمثلة ووضعت مقارنات بين عديد الدول والدوريات الأخرى، وإحنا بقالنا فترة بنتكلم في هذه القضية واتكلمنا عن تونس والمغرب والجزائر، ورحنا النهاردة للإمارات، ومن شوية السعودية في قرار متعلق بالموسم الجديد. نص القرار اولا لجنه الاحتراف هي اللي اتخذته، مش الاتحاد، مش اتحاد الكوره، هي المعاني مهمه جدا واحنا بناكدها لكل المشاهدين. القرارات بتتخذ من القائمين والمختصين بالامر، كويس. لجنه الاحتراف ده بدايه، كويس. لحد قال مجلس اداره الاتحاد ولا المدير التنفيذي ولا كده. لجنه الاحتراف عملت ايه في الدوري السعودي؟ قالت بدايه القيد او فتح التيم اس من 12/6 حتى 31 اغسطس، تمام، حددت القيد لكل الانديه في السعوديه خلال الموسم القادم، تمام. طيب قالت الانتقالات الشتوية بدءا من 1 يناير حتى 31 يناير، وده معروف ومعلوم للجميع، لكن هي حددت القيد في فترة الانتقالات الصيفية من 12/6 ل 31/8. طيب بالنسبة للاعبين الأجانب، بالنسبة لدوري المحترفين كان 8 لاعبين أجانب، لجنة الاحتراف اتخذت قرار النهاردة بقوا 7، كويس. وبالنسبة للمواليد اللي هم أقل من 20 سنة بقى لاعب واحد فقط، تمام. القرارات لجنة الاحتراف مش على الدوري المحترفين فقط، لأن الدوري السعودي بقى دوري المحترفين، لا القرارات كمان راحت لدرجة الدرجة الأدنى، قال لك عندك 4 أجانب وتطلع لعيب من تحت السن، بالنسبة كمان للدرجة الثالثة، شوف الاحتراف وصل لفين، اللعيبة الأجانب 2 و2 من تحت السن، ده التخطيط. طيب كويس، أنت كده جريتني لحتة تانية
كنت عايز اتكلم فيها ولكن يعني اصبحت مجبر اني اتكلم فيها اللي هي رابطه الانديه المحترفه. في بدايه الموسم سمعنا ان في رابطه انديه والقانون بيحتم والاتحاد الافريقي بيحتم والكلام من ده كله، رابطه الانديه ويتم اختيارها وانتخابها من اعضاء الدوري الممتاز والحاجات دي كلها، وتم الانتخاب وتم تشكيلهم، ولكن اتحاد الكوره بجلاله قدره الفاشل افشل هذه اللجنه ونهاها تماما. افشلها ليه؟ عشان هو يفضل هو المسيطر. لجنه الانديه دي المفترض ان هي اللي بتدير المسابقات، هي اللي بتحط اللوائح، هي اللي بتحط لوائح العقوبات، هي اللي بتعمل كل شيء ابتداء من الجدول المسابقه وانتهاء بالامور كلها بتاعه الدوري الممتاز. لكن ما ينفعش ازاي يبقى في لجنه متخصصه ومنتخبه من الانديه تدير؟ لا، امال احنا هنجامل ازاي؟ امال هننجح في الدوره الجايه ازاي؟ في الانتخابات اللي جايه ازاي؟ امال الجمعيه العموميه هنضحك عليها بكلمتين ازاي؟ ما احنا هنقول لهم احنا هنلغي الهبوط، لا هنخلي مش عارف ايه، لا هنخلي دوري 20 نادي. فشيء طبيعي هذا التفكك والاضطراب ده، ده اللي كان السبب الرئيسي ان هم يطيروا كل من يتصدى كلمة لجنة الأندية المحترفة أو لجنة أو رابطة الأندية أو تحت أي مسمى اللي هي بتدير دلوقتي في السعودية زي حضرتك ما قلت. وكان الضحية محمود الشامي وكل الناس اللي كان آخر رئيس لهذه اللجنة أو هذه الرابطة، كل اللي كان متحمس للفكرة. هو مش متحمس، هو دارس وعارف إن في رابطة أندية محترفة في إنجلترا وفي وعارفين الكلام ده كله، وإحنا عايزين نمشي زي الدول التانية. لكن اتحاد الكرة بتاعنا مش عايز يمشي بهذا الأسلوب، فعشان كده تم القضاء على لجنه الانديه. يبقى معنى ذلك ان احنا بنرجع لورا مش بنتقدم لقدام، واي حاجه بيكون فيها لمصلحه الارتقاء بالمسابقه بتبص تلقاها بيفشلها اتحاد الكوره عشان خاطر يظل المجموعه اللي هي بتتحكم في الكوره هي نفس المجموعه، هي تدور على مصالحها، تدور على مناصبها سواء المحليه او القاريه او الدوليه وفقط لا غير. اما التخطيط للكره المصريه والارتقاء بالكره المصريه وكذا وكذا، ده خارج الحسابات، ده يجي بالصدفه، ده يجي لما الاهلي او الزمالك يعمل بطوله المصري يبقى كويس جدا، نقعد نطنطن ونقول الاهلي عمل والزمالك عمل والكلام من ده، وهو اتحاد الكره ما عملش حاجه. ممكن يكون عامل فشل او عامل عائق ادى الى فشل احد الانديه، ونروح ليه يعني؟ ما هو اتحاد الكره كان احد العوامل اللي هي لم تساند ولم تقف بجوار الاهلي في ازماته على مدار السنتين اللي فاتوا مع الاتحاد الافريقي ومع المهازل التحكيميه، وكان بالعكس هو اللي كان بيطرمخ ويقفل. ومعلش عشان خاطر احنا بدا المقر وبعدين يقول لك ايه، لا خلي بالك ده احنا لو صعدنا مع الاتحاد الافريقي ممكن يقولوا الاتحاد بره مصر ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. ليه؟ مصالح. تمام. طيب حضرتك ليك باع طويل جدا في تغطيه اخبار اتحاد الكره، وانا حتى في مقدمتي ذكرت ده لان حديثنا النهارده كله اكيد رايح في اطار هذا الموضوع. مهندس فرج عامر قال تصريح مهم جدا، وحضرتك بتغطي الاتحاد يمكن مش عايز ارجع اكتر من 25 سنه. ربنا يديك الصحه يا استاذ محمد. طيب قال اللي بيروح الاتحاد بدري هو اللي بيدير. معنى هذا التصريح وقيمته؟ هو طبعا هو بيقصد بعض الافراد، هو في افراد ما وراها الشغلانه ولا مشغله الا ان هو يروح الاتحاد ويقول للراجل عم عبده بتاع البوفيه مش عارف يعمل ايه وبتاع، وهات لي الورق وهات لي المكاتبات وهات لي مش عارف ايه وكلام من ده. يعني في الاخر هتلقى المدير التنفيذي ده اسم وصوره ومفيش اي حاجه، مفيش اي خرب بيطلع عنه، ما يقدرش يطلع ايدي تصريح في اي قضيه من القضايا، وفي واحد مخصوص بكذا موجود من 10 الصبح ل 10 بالليل بس، وموجود فعلا وهو اللي بيدير الموضوع. لا طب احنا ممكن اعين لكم الحكم فلان عشان العمليه هتمشي، ما تقلقش مش عارف ايه وكده، مفيش دور للجان. لا، وهو اللي بيروح بدري ده الساعه 10 الصبح ومش 10 بالليل ليست له درايه بالعمل الاحترافي في كره القدم، هو مجرد ان هو كان احد اعضاء الجمعيه العموميه اللي ممكن جدا يطبل شويه وبعدين يمشي في الزفه وبعدين يتقدم الزفه وبعدين يمشي جنب العريس وبعدين ياخد العريس بالحضن ويبوسه من هنا وهنا، الناس كله تشوفه تقول ده صديق العريس، يبقى ايه نعزمه مع العريس عشان خاطر يتعشى معانا، اتعشى معانا وقعد على الترابيزه وخلاص، وهو مش عايز يمشي بقى صاحب البيت. دي كده تدور ترسمها على عضو اثنين ثلاثة هتلاقيهم هم كلهم نوعية واحدة، ولكن
هتلقى واحد او اثنين او ثلاثه بيروحوا بدري يرشوا قدام الاتحاد وبعدين كده يعملوا كذا وبعدين يعملوا ايه يستفوا الاوراق وبعدين يخبوا المكاتبات وبتاع وكلام من ده. ومنها ان الاهلي بقى غير الاهلي الاهلي او غيره يبعت شكاوى ويبعت يقول لهم يستفسر عن حاجه ما حدش يرد عليه ولا اي حاجه خالص ولا كان في اي حاجه. اضرب طناش يا جدع اعمل ايه؟ ما فيش حاجه جت. من انا كان معايا من شويه قبل ما تكون معايا حضرتك كابتن نادر شوقي بكلمه على الخطاب اللي ارسله من اسبوع من نادي الجونه بخصوص طلبات تحديد الموسم القادم اللي احنا لسه من شويه بنقول السعوديه عملت ايه بالظبط. تمام. بقول له طب بعد التفاصيل الفنيه دي كلها والاداريه والماليه ردوا عليك اللي الاتحاد رد عليك؟ لا. قال لي لا لا. قلت له طب هتبعت تاني؟ قال لي ما انا خلاص بقى انا كده الاهلي عمل الخطوه فانا مستني اشوف هيحصل ايه. اه ما هو بيوصل عارف اللي هيحصل بيوصل الانديه الاعضاء اللي هم اساسا الموضوع واصحاب الموضوع هم اصحاب الحق الاساسي بيوصلوا بحاله من اليأس سلبيه وسلبية الرهيبة جدا بالزبط. جدا. وبعدين يجي في الآخر بقى يجي أي نادي ولو يكون نادي صغير ولا حاجة يقولك بقول لك إيه أنت هتخش في حرب بتاع هيبعت لك حكم غيظ يخسرك ماتش ولا ماتشين ولا يا معقولة؟ آه طبعا طبعا طبعا. ايه ده يعني لو نادي بيطالب بحقه او طلب تحديد عدد من النقاط طالما غلس وطالما رخم هو وبدا يطالب مره واثنين وثلاثه يا عم تقعد وتسكت بقى انت عايز ايه؟ حاضر هنعملك انت عايزه وتبص تلاقي اخر غلب ماتش وتطرد له لاعب وتعمل له كذا وتاخد اجراء ضده وانت مش حاسس. يا نهار ابيض. النادي مش النادي نفسه مش واخد باله ان هو بيعاقب. لا هو بيعاقب عشان ما تفتحش. وبعد اسبوعين ثلاثه يقول له بقى ابعت بقى جواز زي ما انت عايز بقى ما احنا نقدر برضه نقدر نرد عليك برضو خلاص. على فكرة أنا مش بقول الكلام ده. أنا على مدار كان هناك رؤساء اتحادات محترمين للغاية واخد بال حضرتك في اتحاد الكورة عملت معاهم وكانوا في منتهى الشفافية إن هم في إدارة الاتحاد وكان برضو معاهم عناصر أخرى ملتوية وبتعمل كل هذه الأساليب من وراء رئيس الاتحاد أو بعلم أو كلام من ده كله. فالنماذج دي موجودة في كل مكان وفي كل زمان موجودة. ولكن أنت الموضوع النهاردة استشرى بقى خلاص النهاردة. أنا عايز أقول حاجة صغيرة بس عشان خاطر البعض يعني احنا الازمه اللي وصلتنا لكده ان هم بداوا يطلقوا اكاذيب او شماعات واحنا نصدقها والاعلام يرددها. ده موسم استثنائي ده موسم استثنائي عشان الاتحاد الافريقي عمل البطولتين في سنه واحده ومش عارف ايه. هو موسم استثنائي على مصر ولا على مصر وتونس ولا على مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان ولا على مصر وتونس والقاره الافريقيه كلها؟ ما موسم استثنائي في كل الناس. كل الدنيا خلصت الدوريات بتاعتها. تونس بتلعب بدون الدوليين دلوقتي بدون الدوليين على لغايه يوم 15 يونيو. امبارح ديربي الترجي والافريقي بدون الدوليين ديربي بتتلعب. حضرتك بتقول ايه ديربي؟ الناس بتنافس على اللقب. ناس بتنافس على اللقب واخد بال حضرتك. ولغايه يوم 15 يونيو هيكون اخر ماتش في الجوله الاخيره في تونس. محدش قال لا 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 ناجل بعد امم افريقيا ناجل بعد مش كده. وهم عندهم منتخب قوي بينافس على امم افريقيا وبيستعدوا تمام تمام مفيش اي حاجه خالص يعني. خد دي كمان عندك اذا كانت قصه دوليين دي مزعله ناس. المدير الفني المكسيكي اجيري او اجيري لم يعرض عليه ولم يطلب منه انه يستغنى عن اللاعبين الدوليين خلال الفتره من 6 الى 15 يونيو اصلا وما حدش طلب منه او ياخد رايه ولا إيه؟ ولا حد الكلام ده غير صحيح على الاطلاق ان هو رفض. الرجل ما حد ولا يعرف ولا حد طلب منه ولا اي حاجه نهائيا. اتحاد الكره ممكن يكون سأل المدرب المساعد قال ايه يعني عشان بيتكلم مصري زينا والمدرب المساعد اسال المدرب المساعد وهاته على التليفون اذا قال لك ان احنا ما نقدرش نستغنى عن الدوليين او ان الراجل المكسيكي قال لا ما استغناش عن الدوليين يبقى بحق. انا بقول لحضرتك اتحاد الكره رفض تماما. هو جاب بس شكلا عشان الاجتماع الاولاني مع نائب رئيس الاتحاد وجاب لي هبل هيطه عشان يبقى حاضر وبتاع وعامل حسين عشان احنا محضرين الناس كلها بنعمل الشكل القانوني للاجتماع. هيستطلع راي المدير الفني. طب استطلع المدير الفني قال ايه؟ هات لي تصريح واحد لهاب الهيطه او لهاني رمزي او للمكسيكي يقول ان ارفض ترك اي لاعب دولي في الفتره من 6 الى 15 يونيو. بس هو اقول لك على حاجه يا استاذ محمد. ما هو النهارده كان في الشهر؟ النهارده 10/6. لو اتاخد تصريح النهارده غير التصريح اللي هيتاخد يوم 1/6
طبعا. يعني بمعنى ادق كلام حضرتك مظبوط في اطار ان الكلام ده كان يوم 30/5 او 1/6. لا احنا كنا بنتكلم 1/6 بالظبط الاجتماع بتاعه. لكن التصريحات اللي نازله النهارده، ما انت بتيجي تكلم المدير الفني للمنتخب او المدرب النهارده يوم 10، عشان بس اكد المعلومه دي للناس، لان الناس ممكن يحصل عليها يحصل لغط. اي تصريحات هتنزل الكابتن هاني رمزي النهارده او لخفير اجير النهارده او بكره او اليومين الجايين، طبيعي هيقول لك لا انا خلاص داخل على البطوله. ما خلاص. لكن كلام حضرتك متعلق. انا بقول لحضرتك في الفتره، هم بالفتره الاجتماع اللي عملوا فيها قالوا ان احنا ناخد راي المدير الفني. لم يؤخذ راي المدير الفني ولم يؤخذ راي الجهاز الفني لمنتخب مصر في ان هو يسيب اللعيبه الدوليين بتوع الاهلي والزمالك في الفتره من 6 ل 15 من 6 ل 15 اللي هم اربع مباريات بس. وكان القصه كلها بمنتهى السهوله انك تقدر تلعب يوم 7 وتلعب يوم 11 وتلعب يوم 14. وكان ممكن اقل من كده والله. وكان ممكن اقل من كده، بس عشان خاطر الناس تاخد 4 أيام من كل ماتش. اوكي. وكان المجموعه بتاعه الاهلي والزمالك الدوليين الثمانيه بتوع الاهلي والزمالك، ده الاول كان الثمانيه دول من فرقه واحده. ده دلوقتي العدد بقى اقل، يعني القصه اسهل. لا النهارده خلينا 4 من الاهلي و4 من الزمالك، كان ممكن جدا يروح يلعبوا ماتش غينيا عشان الراجل يطمن على مستوياتهم، وهو اصلا شايفهم تحت عينه في الدوري وعارف مستوياتهم وكل حاجه ومختارهم بناء على هذا الاساس. طب احنا مع محمد صلاح، ما هو المنتخب موجود في المعسكر، محمد صلاح بره المعسكر وتمام، وهو دوري وكل حاجه وزي الفل تمام تمام، ومش هيلعب ماتش تنزانيا كمان. ايه المشكله؟ هل المنتخب رغم ان محمد صلاح هو نص المنتخب، سواء البعض راضي بهذا القول او مرضيش او لم يرضى، شيء طبيعي ان محمد صلاح مهم جدا، ولكن معنى ذلك ما هو، طب ما كان يقول لك طالما هو مهم نخليه عشان يحتك وينسجم مع المجموعه اللي مش عارف ايه والكلام من ده، وما نقدرش بقى نريحه، لا خليه في المعسكر والكلام من ده. لكن مفيش اي مشكله خالص. أكيد. اطلاقا اطلاقا. فاحنا بنقول ان اتحاد الكره اذا كان اراء إيه، لو كان يريد حل الازمه كان حلها من اول من واحد هو يوني. كان بيلعب مع الاهلي على عنصر الوقت بيلعب. بعد اخر مباراه في الدوري يوم 3/6 يا استاذ محمد، قعدنا 5-6 أيام اتحاد الكوره لا صوت ولا اي تحرك جوه الاتحاد. لما الاهلي اشتكى لجنه التظلمات ومركز التسويه وطلع بيان ومذكره، اتحاد الكوره اتحرك امبارح وكانت في اجتماعات، وفي الاخر فجاه قال لك الاجتماع الغيه وبكره ان شاء الله في اجتماع وهنطلع البيان، والاجتماع ما تمش والبيان ما طلعش. لان هم معلش بقى نلتمس لهم العذر، هم في ورطه شديده للغايه ومش عارفين يعملوا ايه خالص، لدرجه ان هو بيستعين بصديق، بيستعين بوزير الشباب والرياضه، حل لي المشكله، انا مش قادر احل. هم قعدوا في اجتماع امبارح، قعدوا في اجتماع، مفترض ان هم يقعدوا في اجتماع، يبقى ال 11 واحد اللي قاعدين على الاجتماع اما ان هم على قدر هذه المناصب ولا اما بيروحوا. بمعنى صح انت جاي تحل ازمه، تطلع من الاجتماع تاخد قرار، مش قادر تاخد قرار يبقى ما تقعدش على هذه الترابيزه. هم في نص الاجتماع ما يقدروش ياخدوا قرار، لان النادي الاهلي قال لهم الموقف القانوني للشكل خلال الفتره الجايه. مش قال لهم موقف قانوني، هو زنقهم في ورطه بمعنى صح، تكيف القضيه بالكامل، وعنده مسببات وعنده اسباب وعنده مبررات وعنده قوانين وعنده كل حاجه وعنده خطواته اللي هو هياخدها وعارف هو بيعمل ايه. اتحاد الكره ما يقدرش يرد على مذكره الاهلي لغايه دلوقتي، حتى لو الفيفا ولا الكلام من ده، هم بيعتمدوا على ايه؟ هم باتحاد الكره طول عمره بيعتمد على ايه؟ سواء الاداره الحاليه او غيره، بيعتمد على انه النسيان، الناس بتنسى ومش عارف ايه، وبعدين نطنش الشباب والمنتخب هيلعب والناس هتركز خلاص وخلصت القصه على كده. زي ايه؟ زي ما بياخد قرارات وبعدين ما فيش مشكله خالص، وبعدين تروح انت تشكي في الفيفا، وبعدين يشيل الفيفا يبعت الجواب، وبعدين يرد عليه رد هلامي، وبعدين يقول لك خلاص الفيفا قال لنا دي مسابقتكم انتوا حرين فيها واعملوا انتوا عايزين تعملوا فيها. هو بيرانوا على هذا الكلام، ما يعرفوش ان الجواب بتاع او خطابات الاهلي او التصعيد اللي بيعمله الاهلي له حججه وبراهينه واسانيده وتدرجه القانوني طبقا لقانون الرياضه. وليه فيفا ومحكمه رياضيه؟ لان هنا الصراع مش مع الاتحاد المصري فقط، لا في صراع افريقي متعلق بارسال اسماء الانديه بالزبط. وتحديد موعد القيد، فبالتالي طالما عندك نزاع على قيد مع اتحاد قاري من خلال الاتحاد الالي، فهنا الامر فعلا قانونيا يقدر بعد انك ما تقدرش تاخد حقك سواء من لجنه التظلمات او مركز التسويه اذا اتخذت قرارات يعني على غير هذا الموضوع، ساعتها تقدر تلجا للاتحاد الدولي بالزبط. والمحكمه الرياضيه. يبقى انت ماشي في اسلوب واحد بالظبط. انا عايز اقول برضو في القصه دي انه الاهلي اعتقد
وان المسانده الاعلاميه اللي موجوده دلوقتي من الغالبيه العظمى ده نسبه كبيره باتجاه كله والمتخصصه بتقول ان هي بتساند الاهلي في قضيته، مش عشان خاطر ان الاهلي هو رقم واحد في افريقيا وان الاهلي هو رقم واحد في مصر وان الاهلي هو نادي عظيم وان الاهلي صاحب بطولات والكلام من ده، لا الكلام ده كله ده فوق الدماغ من فوق، ولكن لان الاهلي معه الحق وان الاهلي يسعى الى انقاذ سمعه اكبر مسابقه لكره القدم في الوطن العربي. ده عشان كده كل الناس شايفه ان الاهلي معاه حق، فعشان كده الناس بتساند او الاعلام الرياضي بيساند، وشايفين في الجانب الاخر ان هناك سلبيه وهناك لا مبالاه وان هناك عدم اهتمام في التعامل مع الازمه من جانب اتحاد كره القدم، وان الكلام ده لو استمر للموسم الجاي هيبقى يضاف فشل الى الفشل اللي حصل في الموسم المنصرم، وهيبقى نتواصل في قصه هتضيع سمعتنا. طيب دايما بتطلع لنا كده فكره اسمها مصادر في اتحاد الكره بتؤكد، واللغه الصحفيه في الامر ده لما بيكون اتحاد الكوره مش قادر يطلع بيان او يعلم موقفه القانوني الواضح، تمام، يسرب يعمل تسريبات يطلع لك مصدر مصدر قال. المصادر طلعت بحاجات غريبه وحاجات كوميديه بعيده عن الواقع وبعيده عن القانون. الاول قال لك ايه يا استاذ محمد؟ 30/6 موعد، يعني هذا الموعد اللي نرسل فيه اسماء الانديه حل، ممكن نبعت ارقام وحروف فترد عليه قال لك لا في حاجه اسمها تصنيف ما ينفعش طبعا، فالتسريبه دي ما نفعتش طبعا. طلع لك امبارح تسريبه جديده قال لك الاستثناء في مواعيد القيد. في مواعيد القيد اولا انا لا استبعد ان الاستثناء ده ممكن يكون عام على كل الناس، ده هو احتمال يكون اجتماع مكتب تنفيذ قريب ياخد القرار لكل اتحادات القرار الاهليه، ممكن جدا يبقى قرار فيفا قرار كاف بالظبط، مش قرار مش تدخل رئيس الاتحاد المصري، مش كلمه مش قعده عرب وكلمه رجاله وشرى خواطر رئيس اللجنه رئيس الاتحاد المصري اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه، لا ما يبقاش فيها الكلام ده خالص، يبقى هو في لجنه تنفيذيه في الكاف هتجتمع وتقول هنأجل الكل عشان خاطر كان في بطولة أمم أفريقيا، عشان خاطر في الترجي والوداد، عشان خاطر في أزمة في مصر، عشان خاطر الناس تستريح وتقدر تعمل صفقاتها للموسم الجديد بشكل كويس، يبقى قرار جاي من الكاف نابع من الكاف، وهي دي اللي كان بيراهن عليها هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم في خلال لقائه بالكابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة، قال له أنا أتعهد لك إن احنا نغير القيد. طب تعهد، طب اكتب تعهد، ما يقدرش يكتب تعهد. ليه؟ لأنه الرجل القوي اللي موجود في الكاف لسه ما أذنش، لسه اللجنة التنفيذية لسه المكتب التنفيذي ما أكدش أو ما خدتش قرار. إزاي أنا اقتراح أصلا؟ إزاي هو ما يقدرش يجيب جواب النهاردة من الكاف لو هو عضو لجنة تنفيذية أديله النهاردة أكتر من 14 سنة من 2004 لغاية النهاردة عضو اللجنة التنفيذية في الكاف كابتن هاني أبو ريدة، ما يقدرش يجيب جواب يقول ان احنا هنأجل كده استثنائي عشان خاطر مصر. لو يقدر يجيبه النهارده يجيبه اطلاقا، لو كان يقدر يجيبه كان جابه، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده تطلع التصريبات ان مصدر اكد وهنجيب وهنأخر القيد وهنأخر كذا. القرارات دي ما ينفعش فيها التسريبات، واحنا النهارده بقينا يعني شعب جمهور كوره، يعني انا ما بتكلمش على الصحفيين، جمهور كوره بقى ذكي جدا، اول ما يقول لك مصادر يعرف ان الكلمه مضروبه، يعرف انه بيحاول ينيم القضيه، انه بيحاول ان هو يبين الطرف الاخر بالتعنت. لا، الجمهور خلاص عارف الخريطه والاتجاهات. الجمهور عارف كل الكلام ده، عارف الخريطه والاتجاهات، والقصه مش قصه مجرد قيد، لا ده في حاجات كتيره جدا بتترتب على هذا القيد ويونيو. طب انت النهارده هتحل مشكله القيد مثلا، هتحل مشكله الانديه اللي هتلعب في افريقيا ازاي؟ يا ريت يقولها لنا. طب اقول لك انا بقى عن مصدر، بما ان هم كمان بيقولوا مصادر، تمام، ودي مصادرنا من خلال المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي وزملاء ايضا صحفيين لينا في المغرب بياكدوا نفس الكلام، ونشر هذا الكلام على فكره منذ قليل في صحيفه المساء المغربيه. هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم في القاهرة يوم 15 يونيو. هذا الاجتماع سيناقش تعديل في إمكانية مشاركة الأندية في البطولات الافريقية الفترة القادمة، بما انك لو فزت بدوري الأبطال تلعب في بطولة دوري الأبطال وانت فائز باللقب، مش بما انك انت محقق مركز في الدوري المحلي عندك، تمام، واذا فزت بالكونفدرالية ليك الحق انك تلعب في دوري الأبطال، وانك وصلت فاينل دوري الأبطال ليك الحق انك تلعب كونفدرالية، تمام، او وصلت فاينل كونفدراليه وما فزتش بالبطوله تلعب بطوله كونفدراليه. اذا هناك اقتراحات عديده داخل المكتب التنفيذي، ليس فقط في موضوع القيد يا استاذ محمد، لا كمان في مساله مشاركه الانديه، وبالتالي هذه الاقتراحات لو انا تركمتها على ارض الواقع بتبرر لي ليه المهندس هاني ابو ريده واتحاد الكوره
مستني الخطوه اللي هياخدها المكتب التنفيذي خلال الساعات القادمه لحل هذا الموضوع، عشان يطلع يقول لك ايه؟ ادي الكارت اللي انا حليت لك بالموضوع، وهو اساسا في دهاليز الاتحاد الافريقي في اقتراحات متعلقه بده، والاقتراحات دي متقدمه من الاتحاد التونسي ومن الاتحاد المغربي. كمان بالنسبه للموضوع القيد ليه؟ عشان ماتش الترجي والوداد هيلعب بعد كاس الامم، فعندهم ازمه في مساله المشاركه، اللعيبه اللي هتلعب اياب نهائي افريقيا مره اخرى بعد الاعاده، هيلعب بالقائمه القديمه ولا بالقائمه الجديده؟ ولو لعب بالقائمه القديمه، طب القائمه الجديده هيسجلها امتى؟ بالزبط. فبالتالي هذه التحركات داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بتاتي لحل كل هذه المشاكل، لكن في اتحاد الكوره ما فيش صراحه زي ما بيحصل في دول شمال افريقيا مع الاعلام، وبيبقى في معلومه متوفره بتطلع للاعلام وبيتقال، لولا ان احنا بنجتهد وبنتصل بالناس اللي بنعرفها في افريقيا وبنتصل بالناس بزمايلنا الصحفيين في المغرب وفي تونس فبيقولوا لنا على كل هذه التفاصيل وبتحصل. تمام، ليه؟ لان هم هو اصلا الاتحاد الافريقي ما بيبقاش ثابت ومتجمد مكانه، هو بيحاول ان هو يطور مسابقاته ايضا، يعني هو صاحب القرار ان هو يغير مواعيد وغير مواعيد وعمل الموسم الاستثنائي اللي عمله، واخد بال حضرتك؟ فهو كل يوم في تطوير في كره القدم، قانون كره القدم نفسه بيتطور كل شويه وبيخش عليه تعديلات، مفيش اي مشكله، لكن احنا عندنا كل الامور ثابته، كل الامور عندنا في اتحاد الكره كل الامور ثابته والمعلومه مش متوفره. المعلومه لا، ما هو رسول وفر المعلومه هيطلع هيبقى هو دور انتهى، يعني مش هيقدر مش هياخد اللقطه، مش هيبان ان هو البطل اللي بيصنع من خلف الستار الاحداث كلها وبتاع وكلام من ده، وان هو اللي بيدير اتحاد الكره بالتليفون وهو قاعد من البيت او من الجبلايه او الكلام من ده، فلازم يبين ان هو البطل وان هو الغموض كله حواليه ومفيش معلومات ومفيش بتاع وكلام من ده. الصراع يعمل طبعا صراع، فشيء طبيعي ان احنا نظل في هذه الازمه. التسريبات، اخر تسريبه كان بالمناسبه يعني من ضمن المصادر ان قرار اتحاد الكوره هيطلع في شكل بيان خلال ساعه او ساعتين، ما طلعش لغايه دلوقتي، كان الكلام ده من الساعه 1 الظهر، ما طلعش لغايه دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ وانه يتلغى الاجتماع. اتلغى الاجتماع ليه؟ عشان مستنيين 15/6. لا، عشان هم نفسهم اجتمعوا وما قدروش ياخدوا قرار وما قدروش، ما فيش حد يعني وهيشوفوا الكفه يعمل ايه، مش حد مؤثر. تمام. وهو برضه هو بيجس النبض وبيشوف الاهلي هيعمل ايه بالزبط. هل الاهلي مصر على خطواته؟ النهارده الاهلي راح قال له ايه؟ انا الخطوه الثانيه الكارت الثاني اهو، انا بصعد لمركز التسويه، انت مش عايز ترضى عليا في التظلمات اجتمع براحتك على التظلمات، انا اروح مركز التسويه، واذا مركز التسويه لينا الوقت اتاخر هيلجأ، لان الوقت مش لصالح الاهلي برضه، لانه لازم يصعد القضيه عشان شق المستعجل بسرعه. بالظبط بالظبط كده، شيء طبيعي اللي هم بيشوفوا رد فعل الاهلي، شايفين ان رد الفعل اربكهم كثيرا جدا، مفيش تراجع عن المطالب، لان هي اصلا مش مطالب شخصيه للنادي الاهلي، ولكن مطالب لصالح المسابقه ككل ولصالح الأندية ككل. والنهاردة وبكرة وبعده هتلقى أكتر من نادي يطلع ببيانات مؤيدة للخطوات التي يقوم بها الأهلي لإعادة الانضباط للدوري. أستاذ محمد صادق الناقد الرياضي ومدير تحرير أخبار الرياضة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وقدر الإمكان حاولنا نوصل للمشاهد المعلومة اللي للأسف بتبقى غايبة عنه من المسؤولين عن إدارة الكرة في مصر. إن شاء الله كل الخير لمصر وكل الخير للكرة المصرية رغم كل المهازل اللي موجودة. تمام. في اتحاد الكرة، وكل التوفيق لحضرتك بإذن الله. شكرا جزيلا. حلقة كانت مهمة جدا من برنامج كلام في الميديا، ألقينا الضوء على ما يذكر في الإعلام، سواء الإعلام المكتوب، كمان ما يكتب عبر مواقع الإنترنت، الإعلام المرئي كمان، إيه اللي اتقال خلال الساعات الأخيرة والمصادر اللي بتظهر خلال الساعات الأخيرة في نقل أخبار ومعلومات أحيانا تكون صحيحة وأحيانا تكون غير صحيحة، وما سيحدث خلال الساعات القادمة. الإعلام بصراحة في هذه القضية في أوقات كتير بيبقى ليه اتجاهين، لكن في هذه القضية إعلام إيجابي واقف وقفة جادة جدا، لأن مصلحة الكرة المصرية والنادي الأهلي لما بيتخذ قرار وهو في مركز قوي، لأنه بيتصدر الدوري وعلى أعتاب الفوز بالدوري بنسبة 99%، فبيتكلم للصالح العام لصالح الكرة المصرية. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله خلال الأيام القادمة، وإلى اللقاء.